الشباب اللي مع الدي جيز مظلومين، بحس انه لازم يكون معاي بأغنية رمانة لوي. اسمع سريع سريع، عندي اغنيه وبدي اياك تكون معي فيها. خلص بكره بجيك بكون عندك. بستناك كبير. باي. هلا كابو. في حدا قال لي قديش بحبك قديش بحبك قديش بحبك، في حدا ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شو عامل؟ جود الحمد لله. كيف كانت حفلتك؟ اوه راحت عليك فظيعة؟ نار نار نار. كابرين؟ اوه ادس ادس الا طيب شرحت لك على التليفون سريع عن شرحت اغنية وهيك وحاس انه لك مكان فيها كثير مهم، سكراتشنج وبيت واشواء. بس هذا هو مكاني، لعبتي لعبتي الصغيرة. جاهز؟ يلا فوت. شو اخبارك؟ الحمد لله داخلة. كيف فرانكي مارتن؟ بجتمع مع كبو عشان تسوي غنية. في العادة الدي جي باخذ الغنية بعد ما تتسوى بصير يسوي عليها ريمكسز، بس هاي الفكرة جديدة في الوطن العربي في الميدل ايست انه الدي جي يكون بارت من هاي الغنية. فاستنونا بعد العيد في غنية كتير حلوة رح تطلع، كتير رائعة كتير كول رح تطلع، غنية كتير تضرب. دي جي لوي أعطيها وأعطينا الخس. Let's go.